السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: دعوات عراقية واسعة لمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. كذلك بإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو إرسال الرسائل عن طريق الرقم المخصص للواتس آب الذي يمكنكم من إرسال الرسائل النصية والتي سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، سيشهد العراق في 18 من كانون الأول ديسمبر هذا العام إجراء انتخابات مجالس المحافظات. مجالس المحافظات التي أعادت أحزاب السلطة إحياءها بعد أن وأدتها ثورة تشرين. يرى كثيرون أن مجالس المحافظات في العراق تزيد الأعباء المادية على خزينة الدولة العراقية ولن تقدم أي جديد للعراقيين، كون سابقاتها من مجالس المحافظات كانت عبارة عن بؤر فساد ومجالس لسرقة مخصصات المحافظات عبر الصفقات الفاسدة والمشاريع الوهمية. ويتساءل مراقبون للشأن العراقي: هل تصارعت أحزاب السلطة في العراق منذ 2003 إلى اليوم على أي شيء فيه منفعة للمواطنين؟ هل دعت هذه الأحزاب للمشاركة في أي انتخابات وأكانت أهدافها تهدف إلى انتفاع المصلحة العامة أم الانتفاع أو المنافع الشخصية؟ هل مثلت أي انتخابات في العراق رأي الشارع العراقي وحققت طموحاته؟ فبماذا ستختلف إذن هذه الانتخابات عما سبقها؟ مشاهدينا الكرام، ننتظر مشاركاتكم للإجابة على هذه التساؤلات ولإبداء رأيكم بشأن انتخابات مجالس المحافظات. هل تعتقدون أنها مختلفة عن سابقاتها؟ هل تعتقدون أنها ستفرز للعراقيين وجوها صالحة تخرج من عباءة هذه الأحزاب تنقذ العراقيين وتحاول معالجة المشاكل الموجودة في المحافظات؟ أم أنها ستستمر على نفس النهج والسياسة المتبعة من قبل الحزب الأم الذي قام بإفراز هذه الوجوه والشخصيات؟ طيب، كما عودنا حضراتكم، ننزل إلى الشارع في حلقات منبر الرافدين، نلتقي بالمواطنين العراقيين، نسألهم عن رأيهم بشأن المواضيع التي نطرحها. وكذلك الحال بالنسبة لحلقة هذا الأسبوع، طرحنا عليهم السؤال المتعلق بهل ستشاركون في هذه الانتخابات؟ لماذا لا تريدون المشاركة إن كنتم ترفضون؟ وكذلك طرحنا مجموعة من الأسئلة تتعلق بالبرامج الانتخابية للأحزاب، اللغة الطائفية المستخدمة من قبل البعض أثناء الدعاية الانتخابية، وغيرها من هذه الأمور. دعونا نتابع بعض الآراء ثم نعود. لا أشارك على الإطلاق، وأدعو إلى عدم المشاركة، لأن العملية عوجاء عرجاء من أساس من أخمصها إلى ناصيتها، ما بها أي شيء إيجابي للمواطن، ما بها أي شيء إيجابي للمواطن. حتى العملية الأخيرة لما يريد يسافر المواطن، يريد يسافر على سبيل التصريف، دبوه على منصة، والمنصة مهزلة في التاريخ، مهزلة التاريخ، المؤشر يشير إلى الأسوأ، أسوأ. لأن من لم يقرأ، الشعب العراقي مبدئيا لا يقاد من المكاتب، يقاد ميدانيا، وقراءة القارئ قراءة التنظير لا يكفيه، عليه أن يقرأ الميدان، العرض. حركة المجتمع هي اللي الجواب، من أي جانب آخره. هذا المشروع الذي جيء به وقر في البيت الأبيض لا يمكن التخلي عنه، من يحيد عنه ينهى بأي أسلوب. والجميع تعرف جميعا، هم يعرفون، هم أسراء كجهاز العرض عندما تتحكم عليه بجهاز السيطرة عن بعد، بالدرجة الأساس مكسب شخصي، ويغسى على الناس الفقراء، وصلوا الناس الفقراء إلى مرحلة من العوز، بحيث يقول هي مثل ما يقول مثلنا الشعبي، فاضت وجفت لقلق،
أخذ المئة ألف من عنده وانطي صوتي وخلي طب مرض. يعني نفس الشيء، إحنا الدورة السابقة كانت مجالس المحافظات ملغاة على أثر تظاهرات تشرين وقرار مجلس النواب في وقتها إلغاء مجالس المحافظات، لكن هي رجعت كسابقاتها وفق قانون سانت ليغو. الطائفية والسلاح هي سلعة من لا سلعة له في السباق السياسي، بالتالي هذا الموضوع هو رصيد من لا رصيد له، وما عندهم غيرها أي محتوى ممكن أن يقدموه عدا هذا، بل ممكن أن يزيدون عليه ابتزاز المواطن أو مساومة المواطن من خلال منح أبسط حقوقه اللي هي التعيينات، وعود لا تتعدى الوعود، التعيينات، قطع الأراضي، التبليط، غيرها كثير من هذه الأمور اللي يسامون بها المواطن. نقطة جوهرية فعلا لحد الآن لم نرى ولم نلحظ أي مرشح طرح برنامج انتخابي حقيقي ممكن أن يكون هو مشروع لقادم الأيام، بالتالي هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن السواد الأعظم من المرشحين هم أتوا إما لمكاسب حزبية أو لمكاسب شخصية. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى آراء بعض المواطنين، سنأتيكم طبعا بآراء أخرى بعد قليل، وأيضا هي تجمع بأنهم يرفضون المشاركة في هذه الانتخابات. نرحب الآن بالدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي معنا عبر الهاتف، حياكم الله دكتور هلال. حياكم الله وإياكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بالبداية رغم إلغاء العمل بنظام مجالس المحافظات إثر الضغوطات التي تعرضت لها الحكومة في وقتها من قبل متظاهري ثورة تشرين، إلا أنه تم الإعادة بالعمل مرة أخرى بنظام مجالس المحافظات، والآن نحن مقبلون على انتخاباتها. ترى هل تعتقد بأن هذا كان تحديا من قبل الأحزاب الحاكمة الآن في العراق تحديدا الإطار التنسيقي على إعادة هذا الأمر مرة أخرى كنوع من الرد على لحظة الضعف التي مروا بها في السابق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تحية لكم ولقناة الرافدين، ونسأل الله للشعب العراقي أن يمن بالصحة والعافية وأن يتجاوز هذه المحن التي تتلى عليه بقوة الفاسدين الذين أفسدوا الأرض وأوصل العراق إلى هذا الحال. وملخص القول أن ما يرفضه الشعب يجب أن لا يعود إلا بإرادة شعبية، هذا منطق الديمقراطية التي يتغنون بها الذين أتت بهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى سلطة الحكم وتتحكم فيهم وفي مصيرهم. هذا من الناحية العامة، أن نحن نكرر دائما أنه كل ما بني على باطل فهو باطل، إذن كل ما بنته العملية السياسية منذ أن أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003 ولحد الآن، ماذا قدمت للشعب العراقي وماذا قدمت للمواطن العراقي؟ عودة إلى السؤال، هل المجالس المحافظات تؤدي دورا مشهود له لها إنجازات محددة؟ نعم. الجواب لا، والدليل عندما يخرج المواطن في ثورة عارمة ثورة تشرين ويطول مطلب من مطالب إلغاء مجالس المحافظات، لماذا؟ المواطن إذا كان مستفاد من هذه المجالس ويتقدم له خدمة فمن باب أولى لا يطالب، يمكن يطالب بتحسينها، يمكن يطالب بتعديل البرنامج الانتخابي، ولكن رفض شعبي تام. نعم. هذا واحد. الجانب الآخر، عندما نتحدث عن هذه المحافظات وهذه المجالس ضمن السياسة الاقتصادية، هذا عبء على المحافظة دون أن يقدم شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين. لا تتحدث القول، القول سهل، والبرامج المكتوبة والدعايات الانتخابية سهلة جدا، ولكن ماذا قدمت عمليا؟ ماذا قدمت هذه المجالس منذ تأسيسها ولحد الآن؟ أول شيء مثل ما قال كثير من الأخوة الذين تم اللقاء حول هذا الموضوع في مكافة محافظات العراق، هذه حلقة نهب وسلب. أول شيء يعطوا للعضو مجلس المحافظة 150 مليون، ما أعرف قديش مبلغ لتحسين وضعه المعيشي. اثنين يدفعوا له راتب مقدم 100 راتب لأربع سنوات،
وبعدين بعد ما يطلع من الخدمة أيضا يرجع للراتب التقاعدي لأربع سنوات وهو غير موظف، بينما الموظف اللي عمره يقضي عمره 30 و35 سنة بالدولة العراقية يطلع له 500 دينار أو 600 دينار أو تظهر المبلغ. وشفنا من يخدم البلد فترة طويلة الرواتب التقاعدية ومشاكلها ومشاكل متقاعدين الذي بنوا البلد وبنوا يعني هم الآن يطرح السؤال دكتور هلال أنه الوضع الاقتصادي في العراق لا يحتمل مزيدا من الضغوطات، هناك أعباء كثيرة، هناك مصاريف كثيرة، هناك جيوش من العاطلين عن العمل الذين يسعون إلى الحصول على تعيينات من الخريجين وغيرهم، لماذا الإصرار إذن على إثقال كاهل خزينة الدولة العراقية بمزيد من الترهل؟ الآن نرى أن دوائر الدولة متخمة لا تحتاج إلى مزيد من الموظفين، مجالس المحافظات ستضيف أعباء، مصاريف الأعضاء وحماياتهم والمخصصات وغيرها من هذه الأمور التي ستستنزف أكثر خزينة الدولة العراقية. هل قدموا شيئا في السابق ليستحقوا الآن أن يعاد العمل مرة أخرى بنظام مجالس المحافظات؟ مجالس المحافظات كمجلس النواب كغيره بني على آفتين شديدتين يلعنهما التاريخ والمجتمع، اللي هي آفة العشائرية والطائفية. لاحظ أنه كل ما يبنى على هذه الانتخابات هو يعتمد على الآفتين، القاصي والداني يعرف بأنهما من منخرات المجتمع ومن مؤخرات المجتمع ومن مدمرات المجتمع العراقي. نعم. عندما يتحول الوطن إلى عشيرة، بغض النظر احترامنا لكل العشائر اللي هي لبنة المجتمع، ولكن حولت إلى سلاح طائفي وسلاح تقاتل، وصل الحد إلى أنه تتقاتل العشائر فيما بينها ويصل تسيل الدماء على أشياء لا يندى لها الجبين. وعندما تكون المشروع طائفي، الأحزاب التي أتت به الولايات المتحدة الأمريكية صممت العملية السياسية على أساس تقسيم المجتمع. وعندما يتقسم المجتمع طائفيا عموديا وأفقيا قوميا وأثنيا، فإنه مجتمع ضائع هالك لا محالة، لأنه لا مجال أن تتوحد القوى لتفكر في العراق. من يفكر في العراق؟ طيب بس بالعودة إلى الجزئية المتعلقة بالسؤال دكتور، إذا سمحت لي، هل قدمت شيئا هذه المجالس في السابق؟ يعني أنا الـ 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 يعني عندما ترفض لم تقدم. يعني احنا قلنا منذ البداية هي حلقات فائضة زائدة، ما قدمت شيء. ماذا ستقدم؟ أنا عندما أقدم برنامج، أنا الآن مرشح، افترض أن نفترض جدلا أنه فلان أكس من الناس مرشح وليس عليه غبار على وطنيته، لكن عندما يقدم برنامج انتخابيا، هذا البرنامج يرتبط بسياسة الدولة، وسياسة الدولة يقرها الحكومة والبرلمان، والبرلمان فاسد. ولاحظنا خلال قتل أنه البرلمان ما قدم شيء، عضو البرلمان لم يقدم سوى المكاسب الشخصية لأنفسهم وذواتهم. طبعا دائما النقاش يكون مع حضرتك وغيرك من الضيوف الكرام المراقبين والمتابعين للشأن العراقي، هو ربما الإجابات توجه إلى من لا يزال يفكر في المشاركة من عدمها، من لا يزال يؤمن بالعملية السياسية، من لا يزال لديه ربما بصيص أمل أو بعض الثقة في هذه الأحزاب أنها ربما بوعودها وبكلامها المعسول قد تقدم شيئا في المستقبل. يقول البعض من عامة الشعب، وهذا موجود إلى الآن، لنعطيهم فرصة أخرى. يعني لماذا الإصرار على الاستمرار تحت حكم هذه الأحزاب؟ ألا تكفي هذه المدة التي قضوها في الحكم 20 سنة؟ لا تكفي البعض لكي يقتنعوا تماما بأن هذه الأحزاب هي مجموعة من سراق المال العام، من ناشري المفاسد في بكافة أشكالها؟ نحن نتحدث عن تجارب مريرة. يعني العملية السياسية عندما نقول نعطيهم فرصة وأعطوا فرصة واثنين وثلاثة وكل أربع سنوات تعاد نفس الكرة، والبلد ينحدر إلى الهاوية. نعم. يعني عندما يكون الاقتصاد العراقي في هذه المرحلة، خذ الخدمات، أبسط شيء خدمات المواطن البسيط الذي يعيش في الشارع، في النظام الصحي متدني وسيء جدا، نظام الأمانة والنظافة والمعرفيش والخدمات والمشاريع التي هي كله معظمها وهمية. الغلو في إذلال المواطن، يعني عندما يصبح المواطن يبحث عن الأمان فقط، الأمان ولم يجده. كهرباء نعرف صرفت عليها ميزانية
تكفي الوطن العربي كله، ولم تفعل شيء، ولا نزال نعاني من نفس القصة في مجال الصحة، في مجال حقوق الإنسان، في مجال يعني عندما أنا أقول أعطيهم فرصة، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. تمام. فما احنا عشرات المرات وننتظر من نفس القدر الفاسد ان ناكله لحما. اسمح لي دكتور، ارجع لحضرتك بعد لحظات نسمع اراء مواطنين متصلين معنا عبر الهاتف. ويانا السيد فهد من بغداد، تفضل يا فهد، حياك الله. السيد فهد من بغداد موجود؟ فقدنا. طيب أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولضيفك الكريم وللجمهور. حياك الله، أهلا وسهلا. بالنسبة لهاي القضية يعني أصبحت مسألة معيبة، يعني مخزية مخجلة. 20 سنة يعني جيل، يعني اللي طفل انولد الآن صار صف ثاني كلية. صحيح. ولحد احنا نتأمل خير من هذول؟ لا، مستحيل. يعني لازم ذولا قلع من الجذور والإيتاء بعناصر حقيقة وطنية. يعني كافي إذلال اللي يوصلوك أنه تأكل من المزابل، وإحنا أغنى دولة نفطية بالعالم، مو بس بجهة العرب أو الخليج، أغنى دولة نفطية بالعالم. شعبنا أفقر شعب، شعبنا يعيش بالعشوائيات. يعني تجي المسؤولين حاريلي بالربط السككي مع إيران. شنو ربط سككي؟ شنو إيران؟ يحشيلي ويا الجانب التركي يناقش رئيس الوزراء وكذا، وقبل هذا شلون نعيد أنبوب النفط؟ طيب أنا بس أريد أناقشك بنقطة أبو زينب، إذا تسمح لي حتى بس لنتوسع بالفكرة ونحصرها فقط في هاي الانتخابات. الملصقات الدعائية الإعلانية الموجودة في الشوارع لكافة المرشحين، واللقاءات التلفزيونية التي يظهرون فيها بين حين وآخر، إلى الآن لم يطرح أي منهم برنامجا انتخابيا واقعيا واضحا مقبولا لدى الشارع العراقي. كلهم يضربون الآخر، يخرجون على المنصات الإعلامية، على القنوات وغيرها، يهاجمون الطرف الآخر، ينكلون بالآخر، يتحدثون عن المخلفات السلبية للطرف الآخر. لم يطرحوا أي أحد منهم برنامجا انتخابيا واضحا. ألا يملكون برامجا انتخابية؟ يعني غريب هذا الموضوع. هم هذول أصلا مو سياسيين، هؤلاء مسيسون، أو أنا أسميهم متسيسين. نعم. هذول ما عندهم أي بعد نظر في عالم السياسة. السياسة تعريفها البسيط هي فن الممكن. احنا لولا تلقاهم كلهم شعاراتهم امان اعمار بناء. طيب وين الاعمار؟ وين البناء؟ سلاح منفلت وغيره وغيره. ما حد عنده هم ذولا مو اكثر ترى من ظل الى الاحزاب الموجوده الان في السلطه، حتى يجون يصيرون غطاء لهم، ويعني غطاء شرعي وقانوني للتغطيه على سرقات اولئك. نعم. وذولاك مثل ما قالوا قادتهم في بعض الانتخابات، قالوا جئنا لنبقى. زين، جئت لتبقى شنو؟ مال تباهاتكم؟ انطوا مجال للفكر الصحيح، للفكر الجديد، للفكر البناء، مو الفكر الهدمي. قلت لك يعني ابسط مثل، احنا راح نموت من العطش، احنا وحيواناتنا وثرواتنا ونباتنا. نعم. وابو الجانب التركي يناقش كيف نعيد ضخ النفط عبر انبوب شو اسمه. نعم. الى جهه. لك شنو جيهان؟ صحيح. اقول له اقطع العلاقات نهائيا، افتح المي بكامله، حصتنا المائيه هم وايران. نعم. شكرا جزيلا ابو زينب من النجف، انا اشكر حضرتك واكتفي وياك بهذا القدر. ويانا فهد من بغداد، تفضل يا فهد. السلام عليكم، شلونك اخوي الغالي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا الله بكتابه الكريم شو يقول؟ نعم. يقول انا حرمت الظلم على روحي، فكل شيء بنى على باطل ما يعود. انا اولا مواليد 2006، واحنا نطب جروبات ولو شوي راح تعبك. الا باختصار بس، اريد باختصار، تفضل. ايه نطبق روبات على الفيس على الماسنجر، يقول انتم جماعه
الألفينات وين واعين وين شايفين؟ أقول لهم والله والله لو على زمان قبل ولا هسه على هاي الزمان هسه قبل العالم قبل العالم على نيات يسوقون هن على نيات ما نعرف فلان شيعي فلان سني ما نعرف طائفية هسه صارت طائفية صارت بوب صارت سليب صار كتل بالشوارع بس لحظة فهد من الشعب لو من السياسيين والأحزاب والله من الشعب من يعني الشعب يعني اليوم يعني اليوم بالعراق اليوم داخل العراق اكو طائفيه بعد بنفس على نفس الوتيره اللي كانت موجوده عليها بال 2006 و7 اي والله يا اخي سعان يعني مو 2006 اروح للبصر سواق التريلات يعني الله شاهد نعم من طيب منو يتحمل منو يتحمل اليوم انتشار الطائفيه بالعراق وتفشيها بالمجتمع بهذه الطريقه اللي دا توصفها انت اعطيني مجال الرباط للبصره وش اسمه يقولون واش نقولهم نفتخر ما زال دافعنا عن عرضنا وعشرتنا نفتخر قاومنا المحتل الامريكي شو شو قلت لهم انتم مو والله ما شايف فهد مدى افهم منك شيء ارجو منك تعاود الاتصال لان صوتك غير واضح. شكرا فهد. دكتور هلال ارجع لحضرتك مره ثانيه. يروج البعض من هؤلاء السياسيين ان الحل يكون طالما نحن في بلد ديمقراطي ونخليها بين قوسين وكل المرشحين طبعا يتحدثون بهذه الصيغه يقول لك الحل عبر صناديق الاقتراع. هل غيرت يوما أو عبرت هذه الصناديق عن لسان حال المواطن أو عكست رغبته الحقيقية؟ يعني مهما كانت الانتخابات ومهما كانت النتائج ومثال بسيط عندنا راح نطرحه بعد لحظات مهما كانت النتائج دائما تصب لمصلحة النتيجة النهائية تصب لمصلحة هذه الأحزاب. الانتخابات الأخيرة اللي صارت اللي مقتدى الصدر فاز بها هو وتياره وإن كان هناك تحفظ على هذه الانتخابات بشكل عام لكن هو فاز وهو تصدر ضغط عليه وتظاهروا في الشوارع لإطار التنسيق وميليشياتهم وقالوا إن الانتخابات مزورة إلى أن مسكوها ثم أصبحت غير مزورة. إذا ما الضامن أن أي انتخابات اليوم في العراق ستعكس رغبة الشارع العراقي في من يختاره؟ هي القضية الانتخابات هي عبارة عن سلاح بيد من يمسك السلطة ويمسك السلاح ولهذا السبب تجد أن الأحزاب التي أتت بها إيران تحديداً تمتلك الميليشيات والسلاح وتفرض ما تريد على المواطن العراقي بأي منطقة بالعراق بقوة السلاح وبقوة الابتزاز. هذا واحد. اثنين، نحن نقول يقول لك صندوق الاقتراع عندما يكون نسبة المشاركة تقل عن 14% ونسبة الرافضين 8% أي ديمقراطية تتحدثون عنها؟ يعني هذا الكلام اللي صار الانتخابات الأخيرة نسبة المشاركة لم تتجاوز 17% في أحسن حالات. يعني أنا عندي 83% من الشعب العراقي رافض للعملية السياسية ورافض للبرلمان ورافض لهذه الانتخابات. الديمقراطية التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد على الأحزاب التي تسرق وتنهب أموال الشعب العراقي وتعتدي وتعتقل والقانون لا يأخذ مجراه وتجد أن رأس الهرم هذه الرؤوس هي تطبق القانون وفق رؤيتها هي على فلان وعلى فلان لا السارق والناهب والمخدرات اللي واللي يسرق وينهب يرجع ويعفى عنه والمواطن البسيط يحاسب على فاتورة الكهرباء. إذا نحن نعيش في مرحلة اسمها شريعة الغاب الذي تتغنى بالديمقراطية وصناديق الاقتراع. أليست صناديق الاقتراع من أتت بكل هؤلاء الذين لا يزالون يمسكون زمام الأمور في العراق بقوة السلاح ويفرضون ما يريدون بقوة السلاح. المشروع الأمريكي عندما أتى للعراق فرض سياسة اللا دولة. يعني كيف اللا دولة؟ يعني عندما أنت تكون لديك قوات أمنية هيبة الدولة في طرف سلطتها عندما يتم اختلاق سلطة أخرى تكون أعلى من الدولة وارتباطها خارج حدود الوطن أيا كانت هذه المسميات
وهي التي تفرض ما تريد على الحكومة. إذن لم تكن هناك دولة، لم تبقى هناك دولة. طيب. أين الأحزاب السياسية التي تدعي الديمقراطية من ما حصل في الانتفاضة الشعب العراقي وثورة تشرين في كل محافظات العراق من البصرة إلى أقصى منطقة؟ طعنوا فيها وقالوا عنها ممولة وقمعوها. طيب دكتور، أنا أريد بس إذا تسمح لي حضرتك والمشاهدين الكرام، أريد أعرض مقطع من 3 دقائق، واعذروني طبعا على هذا المقطع. هذا المقطع تم تداوله مباشر، تم عرضه بشكل مباشر، هو لعمار الحكيم. 3 دقائق مليئة بالطائفية، مليئة بلغة المحاصصة، مليئة بالتقسيم، مليئة بتجزئة المجتمع، مليئة بالصراعات السياسية، وهذه الكلمات المختارة ضمن حديثه. ستستمعون مشاهدينا الكرام إلى شخص صدر نفسه على أنه شخص وسطي معتدل. دعونا نستمع كيف يستخدم مفردات معانيها وخفاياها أو مضامينها، كلها تتحدث بنفس طائفي مقيت. لنستمع ما الذي تحدث به عمار الحكيم أثناء الترويج لهذه الانتخابات ثم نعود. ومن يمنع الناس من المشاركة عليه أن يتحمل تبعات اختلال التوازن وتمثيل المكون الاجتماعي الأكبر، هو يتحمل مسؤوليته، خصوصا في محافظات مختلطة مثل بغداد، إديالة، صلاح الدين، الموصل، كركوك وغيرها وغيرها. في هاي المحافظات من تقول للمكون الأكبر لا تشترك ومكونات أخرى تشترك، راح يصير اختلال في التوازن يؤدي إلى عدم استقرار. من يمنع الناس ويحرضهم على عدم المشاركة عليه أن يتحمل المسؤولية في هذا الجانب. واحد ما يريد يشارك بالانتخابات، قد يكون شخص، قد يكون جماعة، قد يكون كيان سياسي، هذا حق، يقول لك أنا ما أريد أشارك، ما حد يقدر يجوب له يقول إلا تشارك. لكن البعض هو ما يشارك، يقول أنا ما أشارك وما خليك اتهم تشارك، أمزق ملصقاتك، أعتدي على تجمعاتك، أهددك، أقول لك ما يصير لي شارك، ترى أفعل بي وأنصب بي. زين، هذا أمر ما مقبول، هذا أبدا ما مقبول. الديمقراطية يعني مشاركة في الانتخابات، من حق أي منا أن لا يشارك، لكن ما يحق لنا أن نمنع الآخرين من المشاركة أم من استيفاء حقوقهم، هذا حقه. ليش تمنع؟ شنو قيموميتنا إحنا على الآخرين؟ وأكو قضية جدا مهمة أنا أريد أن ألفت نظر إلها اليوم. نقول إحنا عندنا استقرار كون نحميه ونحافظ عليه، هو شلون يصير الاستقرار؟ وحدة من أسباب الاستقرار من كل واحد يأخذ حجمه، كل واحد يمد رجله على قد فراشه، كل واحد يأخذ مساحته. إحنا مجتمع بمذاهب، بأديان، بقوميات، إذا كان كل مكون اجتماعي يأخذ حجمه الاجتماعي الطبيعي تطلع النتائج متوازنة، التوازن يجيب لنا الاستقرار. اليوم في مساحات مهمة من تطلع أطراف سياسية تنتمي إلى مكون الاجتماع الأكبر، إلى الشيعة، وتقول إحنا ما نشارك ولا حد يشارك. خطابها لمن؟ خطابها لربعها، خطابها لشارعها، هو مو خطابها للآخرين. هذه شنو معناه؟ معناه أن المكون الأكبر يقولون لا تطلع، لا تشارك، بس المكونات الأخرى تشارك. من المكون الأكبر تقل مشاركته والمكونات الأخرى تزيد مشاركتهم، النتائج راح تكون متوازنة معبرة عن الواقع الاجتماعي؟ لا، ما راح تكون هالشكل. قبل أن نعلق ونتحدث عن هذا المقطع وما ورد فيه، بس خلينا نستمع لرأي السيد حيدر من البصرة. تفضل يا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد والحكي ما يفيد، الحكي بعد ان شاء الله الانتخابات ماكو ان شاء الله باذن الله تعالى. ما راح تشارك؟ الانتخابات ماكو. ما راح تشارك؟ لا ماكو، كل العالم ما شارك الانتخابات. ان شاء الله ما راح تخطون بعد. راح تخطون وهنا عيالك. عمار الحكيم يقول لك اذا ما تشارك راح تروح من ايد الشيعه للسنه، باختصار جاب لك اياها. السؤال حيدر،
ليش يتكلمون بهذا النفس الطائفي في حين المفروض يقولون الحكم للأصلح مو للطائفي؟ هم لأن هم طائفيين، هم سووا فتنة بين الشعب العراقي. نعم نعم. هم هنا، هم هنا ينتهون، هنا ينتهون إن شاء الله. هم منتهين يعني، إن شاء الله منتهين بإذن الله تعالى. هو عمر حكيم باقي تادر كله أنت سيد، سيد حيدر، سيد حيدر أريد أسألك، أنت مواطن عراقي اليوم وهذا سؤال يوجه للجميع، هل مهم عندك الطائفة اللي ينتمي إلها الشخص اللي يدير المحافظة أو البلد بقدر ما مهم عندك أنه هو يعمل بشكل مخلص لله أولا وللوطن؟ 100% أهم شيء العمل لله سبحانه وتعالى، وأهم شيء للوطن وللجميع، لا سني ولا كردي ولا شيعي. نعم. ولا مسيحي ولا صادقي، كل مكون الشعب العراقي. تمام. شكرا جزيلا سيد حيدر من البصرة، أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الله يخليك. دكتور هلال، سمعت حديث عمار الحكيم بدل الكلام، وهو طبعا هو اللي ناشر هذا المقطع في صفحته الشخصية باليوتيوب وطبعا مواقع التواصل الاجتماعي. المكون الأكبر قال، المكون الأكبر وحكى المكون الأكبر، إذا طبعا هو كان يضرب مقتدى الصدر بهذا الخطاب. نعم. تحدث بجزئيه تتعلق بانه اذا لن يشارك الشيعة، تمام، وسيشارك المكون الاخر فسيحدث اختلال بالتوازن. لماذا يتحدثون دائما بلغه الوطن والعراق والوطنيه والوطن للجميع اذا كانت تظهر هذه الطائفيه في هذه المناسبات؟ اذا لن يشارك الشيعة سيذهب الحكم منهم إلى غيرهم وسيحدث الاختلال بالتوازن. أولاً المشروع الذي أتوا به هو مشروع يعتمد على الطائفية. يعني أنا عندما أتت، عندما قلنا منذ البداية تقسيم الشعب العراقي على المجال الأفقي والعمودي، أفقياً يعني على السنة وشيعة، وعمودياً إلى قوميات، هذا كردي، هذا عربي، هذا كذا، هذا كذا. هذا التقسيم أتى به المحتل الأمريكي وأسس له أدوات تنفيذ على أرض الواقع، وهي الأحزاب التي تعتمد الطائفية كسلاح وليس لديها غيرها. أنا قلت في حديثي قبل قليل أن الاعتماد في هذه الانتخابات، سواء انتخابات المجالس المحافظات أو المجلس النواب، يعتمد على الطائفية والعشائرية. وابحث في كل مصطلحات السياسة في العالم والفقه الاجتماعي، عندما يكون ولاء الشخص للطائفة فقط أو للقومية فقط وهو مواطن عراقي، يجب أن يفكر في كيفية خدمة المواطن العراقي. أنا عندما أعمل في دائرة معينة، هل أنا أقسمها هذا سني وهذا شيعي وهذا كردي وأعمل لأجل هذا وأصلح لأجل؟ لا، هذا الكلام لا يقبله عاقل. ولكن هؤلاء ليس لديهم سلاح أو حجة يظهرون بها على الناس إلا بهذا. أنت تخيل هؤلاء القادة الذين يقودون الحركات أو الأحزاب في المجتمع، هذا وأمثاله كثيرين. عندما يكون الولاء ليس للوطن، فأي مسمى آخر دون المسمى الوطني فهو قاصر مهما كان. لأنه احنا تعشنا في هذا البلد وكنا نعمل ليل نهار، وفي كل محافظات العراق لم نسأل فلان كيف، لأنه هناك لديك نظام دولة قائم على أساس المواطنة وليس على أساس. سؤال يطرح من أهالي الوسط والجنوب الذين تصنف محافظاتهم من أفقر المحافظات العراقية، والذين تصنف محافظاتهم على أنها أكثر المحافظات التي تشهد مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية تنتشر فيها المخدرات والصراعات العشائرية وكذلك الميليشيات. إن كانوا يتحدثون هؤلاء أحزاب الإطار التنسيقي ومن لف لفهم من الطائفيين الذين يقدمون الطائفة والمذهب على العمل والإنجازات، لماذا لم يقوموا بخدمة محافظاتهم؟ 20 سنة نرى المحافظات الجنوبية والوسطى من أفقر المحافظات العراقية، أبناؤها يسكنون العشوائيات، يبحثون أجلكم الله في المزابل عن الطعام، غزتهم المخدرات والنزاعات العشائرية. هل قدموا شيئا لأبناء محافظاتهم لكي يعطوا العذر أنهم يقدمون الطائفة أو المذهب على الانتماء الوطني الأول؟ هو الـ 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 الإجابة حقيقة يجيب عليها أبناء الذين خرجوا في ثورة التشييد، أجابوا عليها بوضوح. يا أخوان،
والله ما أفسد الناس الذين تولوا أمرنا أوصلونا لهذا الحال. وهذه الإجابة هي الإجابة الشافية على كل سؤال. أنا أقول أنه عندما يكون الانتماء للطائفة والإخلاص حقيقي للطائفة، أنا خلينا نأخذ الجانب خلينا نقول النظرة الإيجابية من الانتماء الطائفي الذي ليس ما في حقيقة شيء اسمه شيء إيجابي، ولكن صحيح. خلينا نفترض افتراض، هل قدمت ما يستحق أهلنا في الجنوب الوسط الذين يعيشون في مراحل صعبة جدا، حتى مياه الشرب أصبحت معدومة عندهم؟ يعني أنا عندما لم تقدم شيء للذي تدعي أنك تدافع عنه، وهذا الكلام هو سلاح فاشل. ليش فاشل؟ لأنه هذا ما أتى لخدمة العراقي، سواء كان سني أو شيعي بالمناسبة. صحيح. كل الذين اشتركوا في العملية السياسية لمصلحتهم الخاصة والغنى الشخصي الذي بني على الباطل ومال السحت الحرام، ومن ثم سرقة ما يمكن سرقته وإخراجه خارج العراق. ماذا قدمنا في محافظات من أنا أخذ البصرة كمثال، أخذ الناصرية كمثال، أخذ النجف كمثال، أخذ كربلاء كمثال، أخذ واسط. ماذا قدمنا؟ ماذا قدمت هذه الأحزاب السياسية الشيعية لهم؟ وماذا قدمت بنفس الوقت الأحزاب السنية التي تدعي أيضا أنهم يمثلون السنة للمواطن؟ سؤال أريد أحتاج من حضرتك إجابة عليه باختصار دكتور لو سمحت. طبعا تابعت حضرتك الإطاحة بمحمد الحلبوسي التي تمت مؤخرا، هل تعتقد بأنها تدخل ضمن الصراع الانتخابي أم لها أبعاد أخرى تتعلق بمحاولة السيطرة و يعني إعادة هؤلاء الذين يحسبون على السنة إلى حجمهم الطبيعي، هذا الحجم الصغير، بعد أن رأوا بأن الحلبوسي قد تفرعن وشذ عن الطريق؟ أولا أنا قلت العملية السياسية كلها باطلة وكل ما يجري فيها باطل. نعم. من يرأسها من يأتي بها، كل من أتى من أهل السنة، التقسيم الطائفي العملية السياسية الذي قسم رئيس مجلس النواب سني ورئيس الوزراء شيعي والرئيس الحكومة لازم يجب أن يكون رئيس الدولة يكون كردي، هذه ماذا قدمت للعراق؟ قدمت للعراق شيء اسمه تكريس التقسيم المذهبي والطائفي والقومي للعراقيين، هذا واحد. اثنين، كل من يأتي للعملية السياسية عليه أن يباركه طرفان، إيران أولا والولايات المتحدة ثانيا، والعملاء الذين معاول الهدم التي أتوا بهم الطرفين كيف يكون ولاؤه لهذا؟ عندما يكون رئيس المجلس النواب أو رئيس البرلمان أو رئيس الحكومة أو غيره ولا يذهب يأخذ الأوامر من دولة خارج العراق مهما كانت هذه الدولة، ومصادر تمويله كلها تأتي من خارج العراق ومن أموال العراق، هل يعتقد المواطن أنه هذا يعني هذا الرجل أو غيره هو ضمن التقديم للسنة؟ العملية ليست على علاقة بالسنة والشيعة، العملية عملية أنهم هؤلاء الأشخاص كم يستطيع أن يخرب في المجتمع العراقي ويتغول. احنا ندافع عن تغول الناس اللي طيب. وصلوا إلى مراكز السلطة وهم لم يقدم للعراق شيء، هل حاسبهم القانون عندما كان القانون حتى في الأربعينات عندما يكون موظف في الدولة القانون العراقي يحصي أمواله قبل أن يدخل المجلس النواب أو المجلس الفلاني، ومن ثم إذا زاد ماله تعال من أين لك هذا؟ العملية أصبحت الآن سرقة علنية، يعني عندما تكون موظف، أنا مواليد الألفين أو مواليد الواحد وتسعين أو التسعين أو ثمانينات ودخلت العملية السياسية ولدي هذه الأموال، من أين لك هذا؟ إذن العملية كل العملية السياسية مبنية على السرقة وكيف تسرق وتتغول على الناس. شكرا جزيلا لك دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي معنا عبر الهاتف. خلونا نسمع رأي مواطنين من الشارع مشاهدين الكرام بالجزء الآخر من الاستطلاع ثم نعود. بداية راح أشارك، لا ما أشارك، من اللي يجي فادنا؟ ما حد فادنا، كلها بس حكي وخرط ونواعدكم ونسوي كل شيء، ماكو ما حصل شيء، ما كل شيء ما حصلت، كل فايدة ما بين. يعني ديش الانتخابات كان المرشحين يجيك للبيت بس يريد يوصلك، ورا الانتخابات بيوم يومين بعد ما تشوفه تتصل واسطة من شنو كل شيء ماكو بعد. بس أكثر شيء كل من يستخدم ربعة أكثر شيء يفيدهم المقربين إله، حتى مو يعني خلينا نقول عشائر، بس أكثر شيء ولد عمه اللي داير مدايره هذول اللي يستخدموه أكثر شيء.
يعني يجوز اللي يخدم المواطن ضعيف جدا، تلقاهم يعني شو اقول لك 1% اللي يخدم صدق ويريد يشتغل، وهذا تلقاه يعني ضعيف. حتى الناس اللي ما تعرفه صدق هذا اللي يريد يخدمهم لو ما يخدمهم ظلت لان ثقه ما ظلت عند العالم. لا هو قرار انه بعد ما قرر انه اشارك او لا، بس يعني ما شفت لحد الان ما حد جذبني انه انتخبه. وبعد وهاي ما حد جذبني انه ما شفت انه ذاك التغيير الكبير يعني. هاي بلطوها هي يعني بعد اكو هواي امور يعني تغيير. يعني مثل هواي شغلات يعني ابسط شيء هذا الشارع هسه شوف. يعني هواي شغلات انه ما جذبتني انه انتخبها. يستخدمون الفلوس. الفلوس يشترون اصوات. مال السياسة. اه يشترون. مش صعب واحد يشتري السياسة. هسه مثل اي واحد يعني عمره او محتاج فلوس. يريد تقريبا يعني بيش يشتري ب 50,000 100 150 هذا قبل كيف يقول لك صوت انا شو اسوي بيه؟ انتخبت ولا ما انتخبت ما راح ياثر. بس هو ياثر بس هو ما يدري انه هو راح ياثر يعني. يعني تقريبا نصهم ما نعرفهم يعني، ناس طلعت ما اعرفهم انا شخصيا يعني. فاكو ناس اي والله هاي تفيد، اكو ناس لا يعني وتريد هاي مصالحها تريد سلطه. ما اتذكر اسم المرشحين بالضبط بس هو يعني هوايد يسوون وجه اعلان يعني اعلانات هوايد يسوون يعني بس يريد واحد يكسب الانتخابات. فما ما اعرف يعني ما اعرف اذا كانت بنيته انه الشعب او اذا كانت بنيته انه هو يريد صدق ياسس او يسوي. احنا نسمع بس ما نشوف. يعني احنا بالبدايه لازم نشوف انجازاته وما يقول شنو انجازاته، ما يقول وش مكمل شنو تصرفه قبل. يعني قبل بس يحكي انه راح اسوي، ما مسوي قبل هو، المفروض يسوي قبل عمود احنا نشوفه انه هذا اوكي، خوش رجال، خوش او حتى اذا كانت نائبه. يعني بالحالتين ما لازم يسوون شيء قبل ما يرشحون. وعليه يعني. ماك احد وما قدموا لنا شيء زياده عن الانتخابات السابقه. هل تعتقد ان هذه الانتخابات مختلفه عن السابق؟ نفس القديم ما تغير شيء. مشاهدينا نستمع لراي السيد ابو علي من لندن. تفضل يا ابو علي حياك الله. الله يحييكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اطلب من الشعب العراقي قاطعوا الانتخابات عمي. نعم. هاي الاعلانات والصور شققوها. ليش؟ انطيني السبب. استاذ محمد يعني ما عرفناهم. لا مو تدري ليش؟ تدري ليش هذا السؤال؟ لان هسه حاليا هسه اكو ناس قاعده ضد رايك تقول لك ماشي انت مو بس تقاطع، اذكر لي السبب حتى اقتنع. تفضل. والله دول مستفادين دول صراحه. يعني 20 سنه وهسه اذكر لك السبب. ماكو الا انتم مستفادين. وميليشيات وهي الاحزاب الفاسده. طيب. هذا هو السبب. طيب انا بس خلينا نفصص هذا الكلام اذا تسمح لي. خلينا نتكلم بنقاط تقنع الاخر، تمام؟ هل حققت مجالس المحافظات طيله 20 سنه اي انجاز للمحافظات لمحافظاتها؟ صفر. ماكو تحقيق، خاصه محافظات الجنوب. هسه شويه الغربيه الجماعه شويه اشتغلوا نوعا ما، اشتغلوا عمي. بس محافظات الجنوب ها صفر عمي، صفر. كل شيء ماكو، كل شيء ما اشتغلوا. هاي الوعود الكاذبه انتم ما اعرف انتم شو وقت تصحون يا شعب. وعود كاذبه. يجيكم واحد يقول لك انا مستقل، كذاب مو مستقل. هو يا من حزب الدعوه يا من مجلس الاعلى يا من ستار صدري تركم. زين ما طيب. مستقل عمي حتى لو مستقل. سؤال اخر ابو علي. هذه الاحزاب التي حكمت العراق طيلة 20 سنة وظهور أحزاب وشخصيات جديدة مثل ما تفضلت لا تستطيع الخروج من عباءة هاي الأحزاب الكبيرة الموجودة، هل هذه الأحزاب يمكن لها أن تخرج شخصا وطنيا نزيها قادرا على إدارة شؤون المحافظة أو على عمل أو إدارة شؤون البلد بالشكل الصحيح؟ أحزاب متهمة بسفك دماء العراقيين، بسرقة أموالهم، بالسماح بنشر المخدرات ودخول الإرهاب وغيرها، هل تستطيع أن تقدم شخصيات وطنية قادرة على الإدارة؟ أستاذ محمد هم ما جايين يشتغلون عمي. دول الأحزاب ما جايين يخدمون، هم جايين يبوقون وينهبون. تفضل السهل أي انتخابات. هاي الميليشيات ويا قوات التحالف الآن مخبوصة خبص. أي انتخابات تتكلمون عليها؟ هو غير بلد بأمان؟ صحيح. بلد باستقرار حتى تحجون بالانتخابات؟
بلد محكوم ب 90 فصيل ارهابي. امس يقول هذا محمد الشيعة السوداني يقول احنا ما نقدر عليهم عمي، ما نقدر عليهم، هو من عدم بيهم. انا شنو اقول؟ اي واحد يقول لكم يا شعب العراقي اني مستقل كذاب. هو حتى لو طيب مستقل سؤال اخير اريد منك، اريد منك اجابه مختصره عليه. اكو ناس بالعراق اليوم اي من الفقراء من ذوي الدخل المحدود يقول لك انا اروح لهذا المحفل الانتخابي او الدعايه للمرشح الفلاني، اخذ من عنده 50 100 الف 150 الف، اروح انطي صوتي وحشى من يسمع مثل ما قال الاخ يطب مرض. طيب السؤال، هل يتحمل هذا المواطن مسؤوليه اللي حيصير على البلد فيما بعد؟ لو هي هذا الصوت سواء شارك او ما شارك هي محسومه للاحزاب. لا 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 لا، حرام عليكم تبيعون شرفكم ووطنكم على مود 10,000 و50,000. عمي باكر تتحاسبون امام الله. انتم جاي تنتخبون هاي المجرمين وجاي تنتخبون العصابات والحراميه. حرام عليكم، اقعد ببيتك ولا ذول يضحكون عليكم ويعطوكم اموال السحت والحرام. شكرا جزيلا سيد ابو علي من لندن على مشاركتك معنا. ومشاهدينا بهذا اصل واياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.